قصه. القصه الاخيره عشان ما اطول عليك وعلى الاخوان والاخوات المشاهدين، في كان احد الاخوات اسمها ليلى. هذا نرجع لسؤالك اللي قلت، يعني معقول الاحلام تكون خطيره، او ان اذا احنا ما اخذناها بعين الاعتبار ممكن تقع مشكله؟ اسمع القصه واحكم بنفسك. احد الاخوات اتصلت على البرنامج اسمها ليلى من مالطا، قالت لي انا حلمت ان اخواني، ما طبعا ما يحضرني بعد كثره الاحلام، بعطيك التفاصيل اللي هي تحضرني حاليا، ان اثنين من اخواني اعتقد وحد من قرايبها في مدينه كان فيها مشاكل في ليبيا. قالت حلمت في يوم حلم كذا كذا ان المدينه ولعت دخان، بما الاحلام هذه صار فيها نار وان صار فيها دخان وموت وما الى ذلك. ان شاء الله خير. اكذب عليكي؟ قلت لها هم يقدروا يطلعوا؟ قالت لي ما ادري. قلت لها معاكي اسبوع. الحلم كان فيه كثير تفاصيل، بس انا اريد اعطيك الرد على سؤالك النتيجه. قلت لها اذا ما طلعوا خلال اسبوع حسب حلمك اللي انت شفتيه، او خلنا من اسبوع، في اسرع وقت ممكن اذا ما طلعوا تحصل احتمال، ما انا ما بشرها بالسوء، احتمال يعني تكون في مشاكل عندهم، وربما المشاكل هذه تكون صعبه، بس انا نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى اخرجيهم باسرع فرصه. واضح الاجابه. انا ما قلت لها راح يموتوا او يعيشوا، ولكن واضح الاجابه ان في بلاء ات في هذا المكان. قالت لي خير ان شاء الله. اتصلت في يوم قالت لهم انا كلمت مفسر احلام. مفسر الاحلام قال انه لازم تطلع باسرع وقت ممكن من المكان انتم فيه. قال نحن مرابطون ما حنتحرك. قالت لهم ترى الحلم معناته انكم بصير لكم مشاكل في المكان. قال احنا مرابطون ما نتحرك. طبعا شو السبب؟ انه مش مصدق الحلم والتفسير. قال لك انا بحرك مكاني بغير حياتي عشان حلم. بعد اسبوع او اسبوعين اتصلت على البرنامج وهي تبكي وفي حاله من الانهيار لا توصف. شو اللي صار؟ كلمتهم وقلت لهم الحلقه موجوده في اليوتيوب، في البرنامج نازل في اليوتيوب. كلمتهم ورفضوا الخروج وقالوا اللي يصير يصير، احنا قاعدين مش هنتحرك من مكاننا. يمكن ما تظنني طريقه اللفظ او الكلام قالته، ولكن هذا الرد كان انهم رفضوا الخروج. وجاء صاروخ على المكان اللي هم فيه وماتوا جميعا. لا اله الا الله. الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنه ان شاء الله، يحسبوا شهداء. امين. انزين، طب هذا الحلم ما كان واضح التفسير؟ طب انا ما قلت انهم راح يموتوا، اذا في مشكله او تعب او بلاء راح يصيبهم من المفروض يطلعوا، ولكن الحلم وقع تماما كما هي اخبرتني عنه. اذا ما نستفيد من الاحلام وتعلم ان يا اخي هي الاحلام رساله، ان لم تقراها بشفتك سوف تراها بعينيك، ما في منها ما فرق. قام معنا مشاهدينا الكرام كل يوم جمعه الساعه 8 بتوقيت الامارات على قناتنا في اليوتيوب إن شاء الله.